على ريفايف فيتنس او على صباح البلد، على صباح البلد او صدى البلد، صدى البلد كمان نقدر نتواصل مع بعض، واقدر ارد عليكم بنفسي اصلا على الاسئله اللي سالوها. انا جاهزه للتمرين، هنتمرن النهارده شويه تمرينات بقى بالستبس. اوكي الستب ده ممكن يبقى موجود اصلا في البيت عندنا باي شكل من الاشكال. زي ايه؟ يعني ممكن كرسي المطبخ مثلا. كرسي المطبخ، واكيد كرسي المطبخ موجود، يعني محدش المطبخ اللي يقول لك يعني ايه كرسي المطبخ وهو عنده كرسي مطبخ جوه. يا جماعه اللي هي الكراسي اللي نفس الحجم ده، يعني الكراسي اللي بتبقى الكراسي القصيره، مش الكراسي ده العاليه. ده بالارتفاع بتاع الاستاد. يا اما سلم في البيت، يا اما سلمه واحده في البيت. ممكن لو في اي صوفا او اي كنبه مثلا تبقى ناشفه شويه وتبقى قصيره شويه يقدر يستخدم عليها التمارين اللي هنعملها. طيب انا هجيب ده هنا كده. انت عارفه بقى التمارين بقى. انا جاهزه طبعا. ايوه طيب اول تمرين هنعمله تمرين اسمه اللانج، من التمارين المهمه قوي عندنا يا فرح. هطلع رجلي الشمال فوق ورجلي اليمين، الرجل اللي ورا. ايوه صح كده. اوكي ايوه وهبدا بفتح قد ايه يا كوتش؟ يعني فتحه رجلي وانا نازل هنا بحاول ان انا رجليا دي تبقى 90 درجه، رجليا دي تبقى هنا 90 درجه، وهبدا احط ايدي في وسطي وظهري مفرود، وهنزل واطلع. بنزل قد ايه برضو؟ 3 لحد ما اوصل ل 90 درجة برجلي اليمين. اوكي 4 5. رجلي ابتدت تشد فعلا. هنسويتش الرجل الثانية على طول. ما انا نسيت احنا هنعمل ايه. احنا نفس اللانجز. الرجل الثانية بقى عشان ما يبقاش عندنا عضلات في الرجل. قد ايه؟ كم احنا هنعمل 5. المشاهدين هيحاولوا يعملوا 15. اوكي 15 ثلاث مرات، يعني 15 ونريح 30 ل 45 ثانيه، وبعد كده نعمل 15 ثاني. واحد. جاهزه يا فرح؟ انا بدات خلاص. يلا 1 2. طبعا البطن ايه يا فرح؟ مشدوده. ايوه والظهر مفروض. والوش بيضحك. اوكي حفظتيني خلاص صح؟ لا 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 انا خلاص حفظت. طيب في تمارين بقى ايه مهمة يعني ستات كتيرة برضه هتفرق معاهم، ده اللي عندهم دهون في ايديهم هنا من الحاجات اللي بيواجهوها كتير قوي. طبعا التمرين اللي هنعمله دوت هيمرن عضلات الترايسبس والكتف كمان، من العضلات المهمة قوي، وجزء من عضلات الصدر كمان الشست. جميل. اسمه الدبس. هنعمل الدبس. اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. هنا ولا هنا؟ لا هيجي هنا. يلا هقعد على الستيب كده عادي، ايديا هتبقى جنبي. ايوه فرح بقت مدربه خلاص. والركبه مفروده؟ ممكن اتني ركبتي شويه متنيه. ايوه صدري فوق، بطني مسدوده، وابدا انزل لتحت. 1 2 3 4. النفس ايه؟ وانا طالع هفضي النفس. 5 6 7. هايل. هرجع بوزتي ورا شويه. 8 9 10. هحاول اعمل التمرين ده برضو 15 عدة ونريح 30 ثانية، 15 عدة 30 ثانية، 15 عدة ثلاث مرات 30 ثانية. اوكي في تمرين بقى بيشغل الكارديو فاسكولار عندنا، او يشغل بيخلينا نشتغل كارديو شوية، نبدأ تمام. نحرك جسمنا كله كأننا بنجري او كأننا بنمشي على التريدميل مثلا. كارديو ده مهم جدا، هنستخدم الاستاب وبيشغل ماسلز كمان بتاعه الجلوتس والكوادريسبس والهامستر في نفس الوقت. اوكي نشتغل اول حاجه البيزك سات. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 معايا 2 3 4 1 2 3 4. مهم قوي واحنا شغالين كعب رجلي اللي بيطلع، مش مشط رجلي، عشان ما اعملش لود على مشط رجلي. ثلاثة كمان. واعتقد العد كمان فارق في ترتيب ترتيب التمرينه نفسها. اوكي ستوب ده واحد، ممكن نعمل واحد كمان الترنيت هنا. جاهزه؟ يلا وانا طالع انا هعمل اول عده كده بالحركه البطيئه. انا هنا 1 2 3 ظهري مفرود. 4 اسرع. 5 6 7 8 9 10 15 عدة. شاطرة. قعدت اعلمها كتير قبل ما نصور، عرفت تعملها كويس. اخر واحدة. يلا اخر واحدة هنعمل ايه بقى؟ دي اي واحدة؟ دي السايد. اوكي جاهزة؟ يلا جاهزة. معاك رجلك الشمال.
5 4 3 2 1 and go 1 2 اسرع 3 هيل 4 5 6 على طول بطني مسدوده والظهر مفرود صح كده؟ صباح الفل عليك صباح الفل. في تمرينه تانية ولا كفايه؟ كفايه دولت نبدا بيهم والمره الجايه